اكيد. طب اللقاء اللي جاي لقاء خاص، لان واحد من نجوم خط وسط النادي الاهلي يمكن تعرض في الايام الاخيره لظروف صعبه جدا، بنشد من ازره بالتاكيد وبنسنده في الموقف الصعب في وفاه والده. لقاء مهم جدا مع مروان عطيه، نطلع ونشوف تصريحات مروان عطيه عقب تتويج الاهلي بالدرع رقم 43. اولا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي والفرقه واللعيبه والجهاز ومجلس الاداره، ومبسوطين طبعا كلنا بالجمهور اللي في ظهرنا من اول الماتش وعلى طول مساندنا. ان شاء الله نفرحهم دايما، وبقول لهم الدوام لله ومحدش يجي لكم في حاجه وحشه، وادعوا الوالد بالرحمه ان شاء الله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ان شاء الله. يمكن لما كنا كلنا شاهدين على اليوم دوت يوم مباراه الاهلي والزمالك، تقريبا كان كل جمهور النادي الاهلي في كل مصر وبالمئين كان بيدعي للوالد ان شاء الله ربنا يرحمه وتقبله. واعتقد انت من اللعيبه الرجاله اللي ان شاء الله ربنا هيعوضها خير وان شاء الله تقف على رجليك. كلمه لجمهور النادي الاهلي اللي ما سابش مروان عطيه في اي ظروف. قال لهم انا من اول يوم دخلت في النادي وانتم في ظهري وبتدعموني، وعلى طول بشكركم يعني، وبقول لكم انتوا على طول في ظهرنا وعلى طول في ظهري وعلى طول دافع ليا، وان شاء الله نبقى قد الثقه دي ان شاء الله. ادينا بنكافئكم اهو مره ورا الثانيه، وان شاء الله انا بقول لهم يعني خليكم ورانا دايما وان شاء الله نفرحكم. وانا بهدي الدوري ده لوالد الله يرحمه ووالدتي برضه الله يرحمها، وبقول لكم الف مبروك ان شاء الله يعني، واللي جاي احسن باذن الله. البقاء لله يا مروان، وربنا يعوضك خير يا رب، وربنا يتقبلهم عنده في جنته ويصبرك باذن الله ويعوضك خير باذن الله. دوام لله، دوام لله حبيبي حبيبي.